ميافة الأنبا أبراهام نوعية لن تتكرر. كان مخلي الشقة عبارة عن فلوس الضياع يعني. تكوين قيادات صفوف متتالية أكثر من 95% من ولاية أبوهم كهنة. جابوا الطوب وبدأوا يبنوا المذبح. لا شك إنه تعب ومحبة وعمل الأخ إبراهيم صدرات. لغاية ما يجي آخر أتوبيس. ممكن يرجع راكب عربية قطر. كان يمشي في الغيطان وطلعنا ناحية إمبابة وفي الطريق فطبعا جري على الشط بتاع النيل وقعد يصوت من الخوف الرعب مرعوب عليهم أطفال صغيرين. مخه منظم جدا جدا جدا. طب هنجيب فلوس من فين؟ انتوا لجنة الشحاتين. في حد من الأخوات ضربوا حجر عينه وخد كام مكلف واشتكاه يعني معاناة وألام. تعالى لا تلحقني لما تلحقنيش. وهو في كلمة مواطي وألامه يزول المواطي ويتعامل بالشفا. صحته كان في النازل ونشاطه في الطامة. أنا تهيالي بعد ما هيشوف الفيلم أي واحد يكون ما يعرفش أنبا أبراهام هيقول يا ريتني عرفت الأبراهام.